حول أهمية صندوق مصر الرقمية. بينضم لينا هاتفيا دكتور محمد عزام خبير التحول الرقمي. أهلا بك دكتور. وإيه أهمية صندوق مصر الرقمية في دعم توطين التكنولوجيا العصرية وتسهيل الخدمات للمواطنين؟ مساء الخير على حضرتك وعلى مشاهدين حضرتك الكرام. حقيقة صندوق مصر هو في الآخر وسيلة لاستدامة المشروع الخاص بالتحول الرقمي أو مشروعات التحول الرقمي. حقيقة إن مشروعات التحول الرقمي هي بطبيعتها هتحتاج إلى المزيد من التحديثات، المزيد من التطويرات طول الوقت، إن حضرتك هتضيفي خدمات جديدة، هتحدثي البنية المعلوماتية التحتية، هتطوري آليات البرامج اللي موجودة، آليات معايير الأمن السبراني وبرامج الحماية الخاصة بالمعلومات. حضرتك ما هتبقي محتاجة باستمرار تحديث قواعد البيانات، إنشاء مراكز بيانات عملاقة نتيجة زيادة المعلومات اللي بيتم عليها التداول. فحقيقة وخصوصا إن كمان الوعي كمان بالموضوع التحول الرقمي ونشر مفهوم الثقافة الرقمية ومحو الأمية الرقمية هي من الحاجات المهمة جدا عشان يتم الاستفادة القصوى من البرامج الطموحة جدا في برامج التحول الرقمي، اللي هي إحداها حقيقة فكرة تقديم الخدمات العامة والحكومية لقطاعات الأعمال والمواطنين عن بعد من خلال شبكة الإنترنت، من خلال التطبيق الخاص بمصر الرقمية. وإحنا بنشوف حتى تطور حضرتك في عدد المستخدمين، يعني إحنا من أسابيع قليلة كنا حوالي 6 مليون مشترك، النهارده بنتكلم اكتر من 7 مليون مشترك عملوا حوالي 35 مليون معامله. ففي النهارده بقى في ثقافه جديده بتتبني حقيقه، ولاستدامه الجهود دي احنا محتاجين يبقى في يعني مصدر اخر للتمويل غير الموازنه الحكوميه لاستدامه هذه المشروعات، اللي زي ما بقول لحضرتك هي رحله مستمره دائما وابدا محتاجه التحديث والتطوير. طيب أهمية التحول الكلي لمجتمع رقمي، يعني إيه المكاسب الاقتصادية؟ كمان إيه المكاسب الاجتماعية؟ لأن هي مهمة أيضا. حقيقة المستوى الاقتصادي كل تقارير دولية بتقول أن استخدام واستهلاك تكنولوجيا المعلومات هو يساعد على القدرة التنافسية للدولة عامة، وبالتالي حضرتك بتستخدمي أدوات تناسب القرن 21 لتقديم الخدمات. وكمان بالإضافة إلى تقديم الخدمات هي فكرة زيادة تنافسية القطاعات كلها، يعني حضرتك قطاع الزراعة، قطاع التعليم، قطاع الصحة، من غير التكنولوجيا هيكون خارج المنافسة أو غير قادر على التنافسية. وبالتالي الدولة المصرية شغالة في هذا المجال. التحول الرقمي ليس فقط تقديم الخدمة عن بعد، إنما هي تطوير المنظومة الصناعية، المنظومة الزراعية، المنظومة المالية. وعلى الجانب كلها مرتبطة ببعضها طبعًا يعني طبعا هي 360 درجة فهمت. صحيح. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد عزام خبير التحول الرقمي، شكرا جزيلا لحضرتك.